مصر البعيدة بنحو 3000 كيلومتر عن قلب كييف ها هي تدفع ثمن الهجوم العسكري الروسي على أوكرانيا. سلة غذاء الإمبراطورية الرومانية القديمة لم تعد كذلك اليوم، فقد باتت أكبر مستورد عالمي للقمح بأنواعه. هذه الحبوب الاستراتيجية دفعتها الحرب في شرق أوروبا إلى مستويات سعرية غير مسبوقة، لتكبد القاهرة خسائر إضافية ناتجة عن فاتورة الاستيراد الباهظة قدرها 760 مليون دولار خلال العام الحالي. التطورات العسكرية في أوروبا أفقدت السياحة المصرية جاذبيتها، فالقطاع يعتمد بشدة على مرتاديه من روسيا وأوكرانيا، فكيف له النهوض وقد فرضت عقوبات غربية على قطاع الطيران الروسي؟ وكيف له التحسن والأوكرانيون يبحثون عن مأوى يلوذون به من القذائف والصواريخ الروسية؟ بلغة الأرقام، بلغ متوسط رحلات السياحة الروسية إلى جنوب سيناء خلال يناير الماضي 463 رحلة، لتنحصر في فبراير إلى 255، بينما ينتظر أن تضمحل في مارس الجاري نظرا لصعوبة سفر طيران إيرفلوت وسواها نحو شواطئ البحر الأحمر. تضاعف قيمة مستوردات مصر من الغذاء وفقدانها شطرا مهما من العوائد السياحية سيزيدان من المتاعب الاقتصادية لأكبر البلدان العربية كثافة سكانية، أمر قرأه بنك جيبي مورغان ورجح أن يقابل هذه التحديات خفض في قيمة الجنيه المصري، العملة التي يراها البنك أعلى من تقييمها العادل بواقع 15%. البنك الاستثماري الأمريكي يرى كذلك أن على القاهرة أن تلجأ مجددا إلى صندوق النقد الدولي إذا استمرت الظروف الجيوسياسية في الضغط على ماليتها العامة. مصر لا ناقة لها ولا جمل في الأزمة الأوكرانية، لكنها تشارك في دفع ثمن الهجوم الروسي على كييف وجوارها لتصطدم بتحدي جديد بعدما ظنت أنها تحللت من كورونا وتداعياتها.